من رد خبرا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العقائد على أنها من أخبار الآحاد، هل يعتبر ذلك ردة عن الإسلام؟ إذا علم أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه نص في الموضوع لا ليس فيه احتمال ولا نعم يعتبر ردة، لأنه ما له عذر. أما إذا لم يعلم صحته، لم يعلم صحته وثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو علم صحته وثبوت لكن الحديث فيه احتمال، فيه احتمال ما هو بنص في الموضوع، هذا يعذر بالاحتمال والتأويل.